اجنحه الفراخ كلنا بنحبها وناس كتير جدا والاطفال بتحبها كويس قوي. طبعا اهم حاجه واحنا بنشتريها تكون فاتحه بالشكل ده، تكون ريحتها زي الفراخ عادي جدا، لان بعض الاماكن او بعض الناس بتخلي فكره اجنحه الفراخ او الحوايج بتاعه الفراخ تبقى بعيد شويه عن الصدور عن الوراك عن الحاجات اللي ممكن بتكون بتتباع كتير. فريب تركن فممكن يكون برضو ريحتها مش حلوه، ممكن يكون لونها متغير، تاخدي بالك شويه من القصه دي، لان برضو كمان سعرها ما هواش قليل، يعني مش معنى ان هي اجنحه فسعرها قليل، لا. برضو هعمل يعني تتبيله حلوه جدا، جايب عندي قشر الليمون، يعني جايب الليمون عادي اهي، وجايب المبشره او المقشره بتاعتي، وقعدت اعمل كده لحد ما طلعت الزيست ده او القشر ده. بحط عندي يعني بقدر 3 4 ليمونات كده، باخد قشرهم معاهم كمان توم بس يكون من غير زيت عشان خاطر انا هعمل بانيه، فالبانيه لو في اي ماده دهنيه هيبقى معايا الموضوع في مشكله في ان هي تقع مني او الابره يطلع. وعندي كمان معلقه مستردة تديني مزازه كويس قوي، وعندي كمان حبه ليمون، تمام، وعندي خل، ولكن الخل كالعاده بحب احطه دايما دايركت على نوع الفراخ اللي بشتغل بيه او الطيور عامه كده، رشه خل حلوه كده، وعندي بصلتين مبشورين واخد منهم الميه فقط لا غير، وعندي المعلقه بتاعتي هبدا ابهر حاجتي واحده واحده. تبهيرتك عباره عن ايه؟ عندي بابريكا، فلفل ارناؤوطي، عندي حبه ملح طبعا كده، وعندي كمان بهارات الفراخ زي ما حضراتكم شايفين، جواها زعتر مفروم، جواها حبه بهارات حلوين ليهم نفس كويس جدا، سنه حبهان شايفها قد ايه حمده، وسنه برده بهار من عندي لو حبيت، وفلفل اسود كده اهو، صفي من الخل ونازل عندي في التتبيله بالشكل ده كده اهو، وقلب كويس. هنسيبها هنا تقعد شويه في التتبيله، ولو الافضل حبيت تبيتيها يا سلام يبقى احلى واحلى، سيبناها ساعه ساعتين هيبقى الطف والطف. زيت غزير بياخد تسويته عادي جدا، هنبدا نعلي عليه شويه النار عشان نبدا نحمر. وعند الاجنحه احنا مظبطينها وكل حاجه، هنبدا دلوقتي نبدرها كويس ونشتغل عليها واحده واحده. دقيق على نشا، نحط كميه دقيق طبعا اكتر، والنشا بيبقى قليل قوي عشان خاطر ندي كريسبي عليه، فانا عايز اتبل الدقيق ده واديله طعم مختلف عن كل المرات. فبجيب عندي معلقه بابريكا على الوش كده، وبديله سنه ملح، ماشي الكلام. ولو حبيتي عندك حبه اعشاب او اي بهارات نفسك فيها انا ما عنديش مشاكل خالص، حبه توم باودر على بصل باودر، شايفه محمود، وبقلب كويس قوي الدقيق على النشا على البهارات اللي انا عملتها دي كلها. بعمل حاجه تتاكل مش شكل بس. بص الجناح عامل ازاي، متبل كويس، شايف، شايف المنظر، شم الريحه، حاجتك كلها متبله كويس. وببدأ اعمل كده الاول، لفت الحاجه كويس جدا، ونسيبها سيكه، ونبدا نحضر طاسه ثانيه عشان نعمل فيها حبه صوص حلوين جنب المقالي. طيب هنا عندي تمام، هبدا اجيب عندي سنه زيت بسيطه جدا اهي كده، شفت سنه قد ايه، وابدا انزل عندي بحبه البصل الاخضر، اديها سنه بصل احمر على التست برضه، وانزل عندي بحبه الفلفل الالوان، انزل عندي بحبه التشيلي صوص بالشكل ده كده اهو، ليمونه بحطها او نص ليمونه على وش الصوص ده، شايف النص ليمونه فين، الفراخ بيدي طعم غير طبيعي.